أخيراً حلو حبيبي. أنا آسف عمي، صحيح كان لازم خبرك إلك، بس حبيت أعرف رأي نهال بالأول. شو جاوبتي يا نهال؟ قلت له إيه. حلو، حلو كتير. بابا شو بك مو على بعضك؟ كتير فرحت يا بنتي، ألف مبروك. ابني أخذتوا قرار كثير مهم وأنا بهنيكم، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك نهال حبيبتي، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا روحي، إن شاء الله بتتهنوا. شكرا مدموزيل. أحسن قرار أخذته يا مهند، بهنيك. مهند ألف مبروك، بتمنى لكم السعادة من قلبي. شكراً إليك. تعالي شوفي يا سهيلة، نهال ومهند انخطبوا مثلكن. عن جد إن شاء الله ألف مبروك. شكراً إليك. شو مراد؟ ما بدك تبارك لنا؟ هوهو مبروك عدنان بيك. مبروك يا روحي. بصراحة مهند فاجئنا، كنت قد كلمتك وحافظت على حبك، بهنيك. ورجيني خاتمك. كتير حلو بجنن. ايه كتير لعبة لبنتي. امتى جبتوا لهذا الخاتم؟ اليوم الظهر لما رجعت من المشفى. حلو كتير. يعني بغيابي عن البيت كم يوم خلاني اشوف كل شي بوضوح اكتر، حسيت بشوق كبير لنهال. هلأ عن جد انخطبتوا؟ أكيد ما رح تضل هالشغلة بين العيلة، ورح تعملوا حفلة كبيرة، ما هيك؟ طبعاً إذا بدنا إياها رح نعمل. ما بعرف، نحكي أنا ومهند ومناخد قرار. طبعاً لازم تاخذوا القرارات مع بعضكم. يلا خلينا نقوم، تأخر الوقت. أي والله، يلا يا أولاد. طيب بلكي العرسان حابين يقعدوا مع بعض شوي. القرار إلهم. شو رأيك نهال؟ ما بعرف، هيك موضوع ما بده تفكير. برأيي تروحوا تسهروا بشي مكان وتحتفلوا لحالكم بهالمناسبة. ما بصير هيك، هلأ منطلع سوا وبيعلنوا خطبتهم قدام كل الناس مشان العالم تشوف خاتم نهال، وبعدين هنن يصطفلوا يروحوا وين ما بدهم. يلا منيح، هي ماما عملت لكم برنامج وما عذبتكم. شو ما بدها نهال منساوي. ماشي، منروح على الحفلة شوي وبعدين نطلع على شي مكان، بس إذا عندك برنامج تاني ما عندي مشكلة. لا، مثل ما بتحبي. كتير حلوين مع بعض، شايفة قديش عم يتفقوا؟ معناها خلونا نروح، يلا. 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 يلا لنشوف جميلة، نهار رح تتزوج، إجا الدور عليكي. ليش حتى ما يكون دورك انتي قطعتي الامل؟ يسلموا ايديكي. اسكب لك كمان؟ لا شكرا، صار لازم اروح، هلا بينزلوا. ما بعتقد يروحوا هلا، عم يحتفلوا فوق بالخطبه. انا حابه اشوف الخاتم شلون حلو؟ بجنن. برافو عليك يا مهند بيك، ما راح يلاقي احسن مني هالخانو. عم بيقولوا انه كتير دون جوان، قال كان خاطب عارضة ازياء. بسرعه سعيد عم يطلعوا. جميلة روحي باركيلون. يلا شو دخلني؟ الله يهنيهم.
يلا لشوف فيروز، اليوم عم نستنى منك شي حركة حلوة، أكيد رح تخليه لتحسين قصدير يعجب فيكي. والله لا تحكي هيك. يلا بخاطركم، مع السلامة. مع السلامة. انبسطوا مع بعض. ألف مبروك نهال خانم. شكراً إليك. مبروك مهند بيك، تتهنوا. شكراً إليك. إيه كيف بدنا نروح؟ نحنا منروح وراكم. شايفين كيف؟ مو حابين حدا يكون معهم، معناها رح نطلع معكم. شكراً. طلع على كاتيا كيف عم تطلع، رح تاكلنا بعيونها، ترى العالم كله عم تستنى هالشي. يلا خلينا نشوف. ايه شو بدنا نساوي؟ شو رايك نتفرج على شي فيلم؟ بصير. شو في؟ كأنك مو مبسوط. استغربت كثير من موضوع الخطبة، ما عم بقدر اتخيل اختي ومهند مخطوبين، مو هيك يا ماتموزيل؟ كأنه هالشي صار مثل الكذب مو مثل الحقيقة. بعتقد انك عم تغار على اختك. يا حرام يا حرام. طبعا لا، مهند كمان مثل اخي، ليش بدي غار؟